أحمد السادس نصره الله وحفظه في خطاب افتتاح دورة أكتوبر، حيث دعا إلى تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات. ولهذه الغاية ندعو لتبسيط المصادر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة. اليوم كيتكرس هذا التقليد السنوي ديال الاعتراف بالعطاءات والمبادرات للمجتمع المدني، تقليد مهم لأنه كي فيه اعتراف بالتضحيات ديال مئات الالاف ديال المتطوعين في بلادنا، تضحيوا بالوقت ديالهم بالمال ديالهم بالجهد ديالهم. كانت 171 ترشيح، وفي نهاية المطاف فازت واحد العدد من الأعمال اللي كتعكس التعددية والتنوع والغنى للمجتمع المدني في بلادنا، وإن شاء الله غادي نوصلوا هذا المسار اللي فيه تسمين العطاءات للمجتمع المدني. هذه الجائزة للمرة الثانية تكرم عدد من الجمعيات والشخصيات التي تساهم في ازدهار هذا الوطن وتقدم هذا الشعب، فهذه السنة التي نتمنى أن تستمر من دون شك أنها ستكون حافزا قويا لكل من يريد أن يضحي بالغالي والنفيس من أجل هذا الشعب الكريم. فتهانئ الحارة لجميع الفائزين، وتهانئ الحارة لكل من ساهم في هذه المباراة، لأنه له من دون شك أجرين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.